إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. إحنا خلاص بدأنا، أنجزنا كتير في كل محور من محاور عمل المبادرة الثلاثة. عندنا إنتاج فعلي حاليا موجود، وفي مشاريع قائمة فعليا، وفي طلبات وأوردرات موجودة. من آخر لقاء مع شركة إبدأ احنا طورنا من نقطتنا وبقينا أحسن من الأول، يعني السنة حجم إنتاج السنة دي عن حجم إنتاج السنة. المنتج بتاعنا الرئيسي اللي هي المواسير الصلب المرحومه حلزونيا بالاقطار الكبيره دي في عديد من المشروعات القوميه، زي مشروع بحر البقر في سيناء، مشروع مستقبل مصر في الدلتا الجديده، محور جنوب الضبعه، المشروعات الخاصه بالقاهره الجديده. كنا بننتج تقريبا من المنتج المستورد حوالي 60-70%، بدانا نقلل الكميه المستورده دي وبدانا نستخدم المنتج المحلي بنسبه اكبر. احنا اتدربنا على جوده واتدربنا على اجهزه كانت اعلى من الاجهزه اللي كانت موجوده عندنا. مبادره ابدا غيرت شكل الانتاج في المصنع بشكل كبير جدا، بحيث ان هي دخلت لنا طرمبات جديده، مجال طرمبات جديده، قدرنا ان احنا نصمم طرازات جديده ما كانتش موجوده في السوق، بدل ما كان المستورد المحلي بيضطر ان هو يستوردها من بره، بدانا احنا كشركه الوايلر الفريد ان احنا نصلحها عندنا هنا في الشركة بطرق محلية 100%. احنا كنا بننتج 1000 ترومبة في الشهر، في الوقت اللي احنا فيه بننتج 1500 ترومبة في الشهر، وده بفضل التعاون مع ابدأ بدخول مكان جديد حديث وأدوات قياس جديدة وحديثة اتدربنا عليها ودربنا الفنيين عليها وبدأنا ان احنا نشتغل. الشراكة دي طبعا سهلت لنا حاجات كتير جدا في الإجراءات الحكومية، برضو المية، الكهرباء، الانفراستراكشر، بالنسبة برضو للحاجات الماكينات واستيرادها من خارج برضو في مساعدة كبيرة جدا جدا منهم. الطموح في الشراكة مع شركة إبدأ إن احنا نقدر نكفي السوق المحلي من المنتجات من شبك الزهر والحديد الزهر، ممكن برضو بعض المكونات الأخرى تخش في منتجات تانية زي الكمبريسور وحاجات تانية كتير جدا في الأجهزة المنزلية وغيرها. مبادرة إبدأ بتساعدنا في كل التصاريح وفي كل الحاجات دي، غير الدعم الفني بقى واللي موجود والدعم في الإدارة نفسها، فإدتنا ثقل عند الشريك الصيني، عملنا سيفنج للفاتورة الاستيرادية حوالي 58 مليون دولار من إجمالي 100 مليون دولار المفروض بنجيبهم. في حال التنفيذ اللي متفق عليه بيننا وبين مبادرة إبدأ، أنا شايف هيبقى فيه نقلة كبيرة جدا في البند ده، لان خصوصا ان معظم المنتجات اللي احنا بنتكلم عليها ان هي الان بتستورد مع صعوبه الاستيراد في الوقت الحالي، هنقدر في مصر هنا ننتجها داخل دول شمال، هيبقى في نقله ثانيه خالص للصناعه في مصر بصفه عامه. احنا خلاص بدانا يعني الحمد لله، وان شاء الله هنغرق السوق، ان شاء الله هنكفي نفسينا في نفسينا مع مبادره ابدا. Thank you.
شركه ابدا هي شريك معانا في الشركه، بناخد مصنع جديد على مساحه اكبر، بنستهدف ان احنا نوصل القدره الانتاجيه لينا ل 10,000 مجموعه توليد سنه، بنستهدف اسواق اكتر، اسواق مجاوره لينا واسواق افريقيه اكتر، بحيث ان احنا المنتج بتاعنا بالجوده اللي احنا نرضاها باسم مصر يقدر يوصل للاسواق دي، ونقدر ان احنا كمان نكفي السوق المحلي من المنتج بتاعنا ونسد الفجوه الاستيراديه اللي موجوده في البند ده بالذات. احنا بنتكلم في خط انتاج مختلف تماما عن خطوط الانتاج هنا، تكنولوجي اعلى، مكان احدث، حجم انتاج او قدره انتاجيه اعلى بكتير، يعني احنا بنستهدف تقريبا 15,000 مولد في السنه في مصر، وده رقم يعني نتمنى ان شاء الله احنا نوصل له. طبعا هتبقى نقله نوعيه جدا، فشراكه ابدا معانا في المصنع الجديد وشراكه ابدا عموما معانا في سي بي تي دي يعني ساعدتنا ان احنا نتقدم، مش خطوه او خطوات، لا دي يعني كيلومترات. مبادرة ابدأ ساعدت المصنع هنا ان هو يواجه التحديات اللي كانت بتقابله، ساعدته ان هو يطور من الطاقة الانتاجية ويزودها، بدل ما تبقى 150 ألف طن يوصل ل 550 ألف طن. الهدف بتاعنا ان احنا نوصل ل 750 مليون دولار. صراحة اول ما المستثمرين الاجانب عرفوا ان في دلوقتي مبادرة اسمها ابدأ بتساعد المصانع ان هي تعالج التحديات اللي بتقابلها ويبتدوا ان هم يزودوا من طاقتهم الانتاجية ويزودوا من طاقة التصدير، المصانع ابتدت تيجي علشان تبتدي تبقى اوائل المتعاقدين على الكميات اللي ممكن تتصدر. أيوة، من بعد ما سمعنا على مبادرة ابدأ من الرئاسة، كنا عايزين نبقى أول ناس هنا هتكون في التصدير في أول صف، وإن شاء الله ربنا يساعدنا ونوصل نبتدي ب 5,000 10,000، وبعدين بعد سنة إن شاء الله نوصل 30-40 ألف طن. So now with the stimulation from the president, we see a good opportunity to continue developing the export business from Egypt. It's any case interesting because it opens up the possibilities of increasing the capacities of the mill and making itself internationally also well known. بدأنا التعاون مع مبادرة ابدأ لمساعدة الصناعة تقريبا من شهرين، هتساعد كتير جدا جدا في الارتقاء والنمو بالصناعة في مصر. عرضنا عليهم التحديات اللي بتواجه شركتنا تحديدا او الشركات بتاعتنا، وبدأوا بالفعل يحطوا ايدهم في ايدينا وزللوا لنا عقبات كتير جدا. وبدأنا احنا الحمد لله بنصدر، بس احنا متفقين بالتعاون مع ابدأ ان شاء الله متوقع السنة دي بقى الصادرات عندنا توصل مليون دولار. مبادرة ابدأ وقفت معانا وقفة كويسة جدا، الناس كانت بتتعامل معانا ان المشروع بتاعهم، ساعدونا جدا في التراخيص، ساعدونا جدا في استخراج الاوراق، الوقت اختصر مثلا تقريبا يمكن 10% من الوقت اللي كان هيتاخد، ربنا كرمنا وطلعنا تراخيص وانتجنا الحمد لله رب العالمين. احنا هدفنا ان احنا التصدير احسن حاجة بالنسبة لنا، وتعريف المنتج بتاعنا على مستوى الشرق الاوسط والعالم، احنا بنصدر لاوروبا على فكرة والشرق الاوسط يعني. كان الاتجاه أن يتم تأجيل التشغيل إلى العام المقبل، تدخلت مبادرة ابدأ فيما يخص العقبات الخاصة بتوصيل المرافق والعقبات الخاصة بالتراخيص، وبمساعدتها للأمانة تم التشغيل هذا العام بدلاً من التشغيل العام المقبل. منتجات الناتجة عن تشغيل المحطة نزلت السوق لدول الاتحاد الأوروبي وللصين ودول شرق آسيا. كان عندنا بعض المعوقات في المرافق وفي الغاز، تراخيص، حاجات كتير قابلتنا، تواصلنا مع شركه ابدا وهي تواصلت معانا، بصراحه كانت دعم كبير لينا، سرعوا لنا كل حاجه، سرعوا لنا الاجراءات، تراخيص، اجراءات مرافق، اعمال بره المصنع، اعمال جوه المصنع، بحيث ان المصنع يبقى على صورته الكامله اللي احنا النهارده شايفينها. الحمد لله هم ذللوا لنا كل العقبات ان احنا نبتدي شغل، والحمد لله ابتدينا شغل. لقينا فريق دعم الصناعة شباب زي الورد بصراحة، والواحد بيحس بالفخر ان دول ولاد مصر اللي يقدروا فعلا يكملوا المشوار ويحمسونا ان احنا نعيد افتتاح المصنع ونبتدي تاني.
قطاع البحث والتطوير والتدريب بيعمل في محورين: محور البحث والتطوير ومحور التدريب. محور البحث والتطوير يتركز دوره في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في بحث مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة. ويتركز دور محور التدريب في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ في توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة في قطاع الصناعة وقطاع المهن الحرة وقطاع الحرف التراثية. خصوص محور التدريب، تم وضع 2 خطة: خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل. خطة قصيرة الأجل عن طريق توفير دورات تدريبية قصيرة فني ومهني وتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة في قطاع الصناعة والمهن الحرة والحرف التراثية. عندنا 5 أهداف. أول هدف إن احنا نوفر التدريب لكل المصريين. تاني هدف هو التنوع وإن يكون عندنا دور أساسي للمرأة في التدريب. وهدفنا الثالث هو الانتشار في جميع المواقع الجغرافية في جمهورية مصر العربية. وهدفنا الرابع هو التكامل بين جميع قطاعات ووزارات الدولة المعنية بالتدريب. هدفنا الخامس هو استدامة التدريب لقطاع الصناعة. لغاية دلوقتي حققنا 3 مشروعات ناجحة. المشروع الأول هو مشروع ابدأ حياة بالتعاون مع حياة كريمة، هو توفير التدريب حسب احتياجات الصناعة في محافظة سوهاج وفي محافظة الغربية. مشروعنا الثاني هو مشروع مواعيدك شركتك، ده مشروع بالتعاون مع شركة بيكو لتوفير التدريب على قيادة وصيانة المعدات الثقيلة والعمل بنظام الإيجار التمليكي. ومشروعنا الثالث هو مشروع التدريب على المستوى الإداري في المصانع بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وشركة شيل مصر.